صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. الآن عودة مشكلة السيدة ناهد متولي للأضواء. ومن جديد أعلن معاذ عليان الشاب المسلم الذي سخر كل صفحاته وكل قنواته للهجوم على المسيحية بأن السيدة ناهد متولي ستخرج في مقطع فيديو للرد على الفيديو الذي نشره القمص زكريا بطرس، وعن قصة جنازة وحضور قداس الصلاة على جثمان السيدة ناهد متولي. والقم الزكريا بشأن تغيير دينها وعودتها للإسلام من جديد. والكثير بالذكر أن القم الزكريا بطرس علق على ارتداد ناهد متولي من المسيحية وعودتها للإسلام، وبالصوت والصورة تعليق للقم الزكريا بطرس على عودة ناهد متولي للإسلام. أما بعد، علق القمص زكريا بطرس على ارتداد ناهد متولي من المسيحية وعودتها للإسلام من خلال مقطع فيديو كامل على قناة الفادي، وتحدث من خلاله عن الأمراض العقلية التي أصابت هذه السيدة ناهد متولي، بجانب التهديدات التي تتعرض لها من قبل جهات معينة أجبرتها على الخروج في اللقاء الأخير وإعلان شهادتها والنطق بشهادات الإسلام. الأخ رشيد، والحقيقة الكاملة حول عودة ناهد متولي للإسلام. عرض الأخ رشيد حلقة كاملة من خلال برنامج بوضوح حول السيدة ناهد متولي بعد تغيير دينها وعودتها إلى الإسلام، وسوف ننشر لكم اللقاء بالصوت والصورة على الجانب الآخر، وهو الصلاة على جثمان السيدة ناهد متولي بداخل الكنيسة. وعلق المتنصر الدكتور محمد رحوم العميد السابق لكلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة المنيا على فيديو السيدة ناهد متولي قائلة: الآن رغم كل ما حدث مجموعات وصفحات، القمص زكريا بطرس يشير بالصوت والصورة وعلق على ارتدادها وقال كلام غريب جدا: ناهد متولي هي شخصية ملفتة للانتباه ومثيرة للجدل في مصر، إذ كانت تشغل منصب وكيلة شؤون الطالبات في إحدى أبرز مدارس القاهرة. وتعتبر ناهد متولي من مواليد سنة 1942. تبرز ناهد تميزها في مجالات اللغات المتعددة، حيث تتقن عدة لغات بمهارة عالية. تركزت انتباه الجمهور حول ناهد متولي بسبب خيارها الملفت للنظر بتغيير دينها والانتقال إلى مسار ديني مختلف، وقد أثار هذا القرار الديني نقاشا حادا وتأثيرا على سمعتها العامة، مما جعلها محور اهتمام وتساؤلات كثيرة. ونحن الآن ما في صدى انتظار الصلاة على جثمان السيدة ناهد متولي من داخل الكنيسة والحقيقة والتفاصيل الكاملة. رحلة ناهد متولي تمتاز بتعدد جوانبها، استجمع بين قضايا دينية معقدة والتفرغ لمجالات التعليم والمشاركة في المجتمع. ما هي ديانة ناهد متولي الحقيقية؟ في عام 1990 اتخذت ناهد محمود متولي قرارا غير متوقع بترك الإسلام والانتقال إلى المسيحية، وبدأت تتنقل إلى صفوف الأصوات الناقدة للإسلام،
حيث أصبحت ناشطة متحمسة ضد هذا الدين الذي تركته. استفاد منها بواسطة عدة منظمات تبشيرية مسيحية، وأطلق باسمها حوالي 20 كتابا تم نشرها خلال تلك الفترة. شاركت نايد متولي أيضا في مقابلات وبرامج تلفزيونية على قنوات مسيحية، حيث اعتمدت موقفا داعما للتبشير المسيحي على مدى 30 عاما من النشاط التبشيري والانتقادات للإسلام وبلغها سن 80 عاما. وأعلنت نايد متولي عن اعتناقها للإسلام مجددا، وقدمت اعتذارا للمسلمين الذين تأثروا بانتقاداتها السابقة، وأعربت عن توبتها من المواقف والأفعال التي سبق وأن اتخذتها. أما بعد، فلنرى أن الأخ رشيد يصنع وما يفعل ما لم يستطيع أحد أن يفعله. عرض الأخ رشيد حلقة كاملة من خلال برنامج بوضوح حول السيدة نايد متولي بعد تغيير دينها وعودتها إلى الإسلام، وننشر لكم بالصوت والصورة قداس الصلاة على جنازة نايد متولي بالحقيقة والتفاصيل كاملة. وعلى الجانب الآخر، علق المتنصر الدكتور محمد رحومة العميد السابق لكلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة المنيا على فيديو السيدة نايد متولي قائلا: الآن رغم كل ما أمر به أو رغم كل ما أمر به، وهذا خطأ في التشكيل اللغوي وليس مني، أخرج إليكم بالجديد. هل حقا تركت نايد متولي المسيح وعادت للإسلام؟ وما هي الحقيقة؟ ومن هو المسيح الذي أجبروها أن تتكلم عنه بالباطل؟ نايد متولي مسيحية. وأيقونة المتنصرين لا تنزعجوا أيها المؤمنون، لقد خدروها وأغروها وأخرجوا شيطانهم الرجيم. سيكون معي الأستاذ نبيل بسادة البطل الذي ابتداها واعتقل بسببها، وإصرار جديدة. وضعفت السيدة تحت وطاءة المخدرات التي أجبروها على تناولها فتكلمت بالباطل، لكنها تحتاج منا إلى الصلاة وإعلان الحق الذي أمنت به وبشرت وتكلمت. انتظروني، صلوا من أجلي ومن أجل الخدمة. نايد متولي محمود متولي هي شخصية ملفتة للانتباه ومثيرة للجدل في مصر، وكانت تشغل منصب وكيلة شؤون الطالبات. وتحدثنا عن هذا المجال وما هي ديانتها، لكن أيضا المفاجأة، وجهت الصفحات والمجموعات المسيحية رسالة إلى نايد متولي. الرسالة انتشرت مثل النار في الهشيم: يا مدام نايد متولي، لك مني كمسيحي خالص التقدير، واحنا دين المحبة للعلم المبشر العظيمة. السيدة نايد متولي متعرضة بالإيذاء من جماعات إرهابية حكمت بسفك دمها الزكي كونها مبشرة، وهي كإنسان مثل كل البشر قد تصاب بالخوف، وهذا أمر طبيعي كإنسان تريد حياة، لأن الرب هو ينبوع الحياة والدليل على هذا. أولاً، مدام نايد متولي تقول لكل مسيحي: احكم بعقلك على كلامي، هل يعقل في إشارة منها أن الرب يسوع لم يصلب مثلاً وأنه ليس الله؟ وطبعاً هناك آلاف الآيات من الكتاب المقدس قد وثقت الصلب، الرب يسوع وموته على الصليب وقيامته من بين الأموات. وكذلك الرب يسوع قال لفيلبس: لك معي زماناً هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب. نعم، ثانياً تأكدها وحسها للغير مسيحي أن لا يشمت في المسيحي بسببها، وتقول للجميع: سيبكم من شأن نايد متولي. ثالثاً، كما قال ملاك الرب ليوسف:
في حلمكم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن هيرودس مزمع أن يصاب الصبي ليهلكه أو يطلب الصبي ليهلكه فهكذا هي كإنسان خافت من بطش الغير المسيحيين لها ولعائلتها أينعم قالت أنه في السابق لم يتعرض لها أحد منذ 30 سنة ولكن لعلم الجميع هذه الأوقات كسرت فيها التهديدات وتقول نقول لك منا خالص الاحترام ونصلي من أجلك أن يرفع الرب التجارب عنك باسم الرب يسوع المسيح له المجد الدائم. تعليق ماجد سوس. علق الكاتب المعروف ماجد سوس على ما تم بثته القنوات وما تداوله شيكات التواصل وشبكات التواصل شيكات لأن في فلوس راحة وجاية حول تغيير السيدة نايد متولي إلى الإسلام مرة أخرى قائلا نايد متولي وكيلة مدرسة كانت ضد المسيحيين وبعد أن زار لها المسيح تركت مصر وأصبحت مبشرة وحاولت أن تتواصل مع أولادها عفوا فكانوا يرفضونهم ثم منعوها من الاتصال بأحدها وكان شرطهم أن تتركوا المسيحية وتترك المسيح فضعفت لأجل أن تعودوا إلى وطنها وأولادها وحفدها والعجيب أن تظهر السيدة العذراء في نفس التوقيت التي ترتد في نهج متولي عنها وتشفي مسيحي مقعد من 7 سنوات وفي نفس الوقت تفتح أعين أعمى مسلم وكأنما حدث هو صياح الديك يذكرك يا ناهد بيعهدك نصلي من أجلك ومن أجل خلاصك أنت وأهل بيتك المجد لك يا رب والسلام لأمك حبيبتنا وأمنا السيدة العذراء مريم والدة الله مخلص العالم شكرا إلهنا العظيم يسوع المسيح الذي نحبه ونشتاق إليه شريف رسمي يكشف الحقيقة عن جوانب مهمة تحدث المحامي الناشط عن ناهد متولي من جوانب وقال إن ناهد متولي أو في بعد المسيح لست متذكرا إن كنت في الثانوية العامة أو في السنة الأولى من الجامعة كانت الدنيا بتتقلب على شباب تركوا المسيحية ودخلوا الإسلام والغالية وكانت فتيات كان صعبان قوي كل الفتيات بدأوا يتحيروا ذل وعار وكسرة عين وكسرة قلب وفرحة وتشفي ومعايرة وتلقيح كلام من بعض الإخوة المسلمين كأن الأمن غليبيته متورطون أخذ القرار وأخذت قرار بأني سأخدم في هذا الملف وتحديدا سنة 91 مع المتنيح القمص الصموئيل عزمي بشبر الخيمة نعود فيها بسنة تقريبا وجدت الوسط المسيحي يتحدث بسبب أن سيدة مسلمة اسمها ناهد متولي قامت بتغيير دينها إلى المسيحية وتنصرت وأصبحت اسمها فيبي ناهد متولي اسمها فيبي عبد المسيح وكان الشريط الذي تحكي به اختبارها كان يمر حول البيوت المسيحية في الخفاء كأنه ممنوع يحاسب عليه القانون وكان الذي يسمع الشريط بصوت منخفض يكاد يكون مسموع وأهل البيت كلهم متجمعين حول الكاسيت وطبيعي جميع أقباط مصر يفرحوا لتنصير ناهد متولي ليس بسبب خلاصها لكن لأنها أنكرت دينها وأهانت أهلها يعني كانت فرحة بطعم الشماتة لأن أولادهم يذهبوا للإسلام تاركين الذل والعار وشربوا من نفس الكأس بصراحة أنا ولا فرحت ولا فرق معايا غير أهلها لأنها من عائلة كبيرة ولديها أبناء انكسروا بسببها من يا أستاذة ناهد متولي الذي لعب في رأسك ولا من المسيح الذي بشرك بالمسيحية أو الراجل اللي حبتيه وقمت بإنكار دينك بسببه لا يوجد أحد لأن المسيح بنفسه ظهر لها وعرفت أنه هو الإله الحقيقي
وأن المسيحية هي الديانة الحق، وأخذت بنت من ولدها وتركت اتنين وهربت من قبضة الأمن والشيوخ وعاشت في هولندا وأصبحت من أشهر سيدات العالم. أنا بطبعي كائن مفكر، صعب أني أتقبل شيء بدون تفكير وتحليل وتمحيص. حينما علمت بالموضوع ناهد متولي وقصة ظهور المسيح لها، قلت أن هذه السيدة شيء من الاثنين، إما مريضة نفسيا توهمت ظهور المسيح بنفسه لها، أو نصابة متمكنة من أدواتها ستستغل المسيحيين من أجل السفر للخارج وتحل كل مشاكلها. لكني كنت ميال لكونها مريضة نفسيا، لأني سألت نفسي إيه اللي في ناج متولي مميز ومختلف عشان المسيح يظهر الله دي، حتى لا كانت بتصلي ولا بتصوم ولا كان ليها نشاط ديني، ولا حتى كانت بتقرأ في إنجيل، ولا حتى كانت بتعمل مقارنة بين الأديان. يعني ليست شاول لما المسيح ظهر له، رغم أنه كان مضطهد للمسيحية، لكن كان قلبه عمران بالإيمان باليهودية، ورأى المسيحيين مهرطقين إيه اللي في ناج متولي من أجل أن يظهر لها المسيح. وكتير مسيحيين مؤمنين لدرجة القداسة أو تعبانين وموجوعين لدرجة إنكار الله نفسه والمسيح ما ظهرش لحد منهم. وتمر الأيام وتظهر الفضائيات، وتبدأ ناهد متولي مرحلة جديدة من الشهرة غير العادية، وتسافر العالم كله تحكي اختبارها وتألف عشرات الكتب. طلعت كمان كدابة، وهي كانت عاملة كتابين بس والباقي تأليف ناس تانية حطت أساميهم عليها بالكذب، يعني إنسانة مدلسة وكدابة، وتعمل مئات البرامج وتختفي سنوات وترجع تظهر من كام يوم في وقت غريب عجيب مريب، وقت بتمر بيه مصر بحالة غليان ومكايدة بين المسلمين والمسيحيين، علشان تقول إنها بعد ما أصبح عمرها 81 سنة بتعترف بأنها أخطأت، إنها انضمت للمسيحية اللي اكتشفته إنه عبارة عن دين كذب، وإن السيد المسيح له المجد هو أسوأ شخصية عرفتها بحياتها، وتشهد الشهادتين وتعود للإسلام على هواء وتعتذر بسبب اعتنقها ملايين الناس اللي اعتنقوا المسيحية بسببها. والمرة دي الإخوة المسلمين يهيصوا ويزيطوا ويزقططوا ويكيدوا ويعايروا، وأنا أرجع بتفكيري أكتر من 30 سنة لورا، وأفتكر نفس السؤالين، هي بيبي عبد المسيح نصابة ولا مريضة نفسيا؟ ويبدأ يظهر مكاتبات وخطابات الأخت بيبي تكتب لأصدقائها، ومنهم راهبات ومنهم خدام بتقول فيها إن المسيح أخبرها بسر سيهدم المسيحية. ولما خاف تفشي السر شوه شكلها وجسدها، وفي خطاب تاني كتبت فيه إن المسيح خلاها حامل لمدة 18 سنة وعشرها جنسيا، والحمل طلع كذب وخدعة. طبعا المرة دي كمان لقيتني ميال لنفس رأيي من 33 سنة، وهو إن ناهد متولي أو بيبي عبد المسيح مريضة نفسية، واحدة عايشة في تخيلات وتهيؤات من زمان مع بداية الخمسينات من عمرها، تخيلت إنها شافت المسيح أجمل إنسان رأيته عنها، وهو رجل طويل القامة أبيض البشرة، عينيه بلون السماء وشعره بني محمر، وأن المسيحية دين الحق. والآن بعدما تخطت 80 عاما من عمرها، تخيلت إنها شافت المسيح بس هو أسوأ شخصية في العالم أو في الدنيا كلها، أسوأ شخصية حد قابلته بحياتها، وإن الإسلام هو الحق. محدش سأل نفسه من إخواتي الأقباط ليه المسيح اختارها، وإيه المجهود اللي بذلته عشان المسيح يظهر الله هي بالذات. طب محدش من إخواتي المسلمين سأل نفسه قبل ما يهلل ويشمت ويعاير إزاي واحدة مؤمنة ترجع للإسلام، ويكون السبب إن المسيح اللي قابلته ده أسوأ شخصية قابلته، رغم إن القرآن تكلم عن المسيح بكل حب واحترام من ميلاده حتى صعوده للسماء، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين، سورة العمران آية 45. القرآن قال عن المسيح إنه وجيها في الدنيا والآخرة
لكن ألست ناهد متولي شايفاه غير كده؟ شايفاه الأخت الحقيرة إنه أسوأ حد قابلته، والغريبة الناس فرحانين ومش واخدين بالهم إنهم بيطعنوا في إيمانهم بالقرآن نفسه. أليست ناهد متولي شايفة إن المسيحية أكذوبة، في حين إن القرآن نفسه قال تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ويقول أيضا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إناء الليل هم يسجدون، يأمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. سورة العمران 113. يعني القرآن نفسه تكلم عن المسيح والمسيحية بكل احترام، بكل حب واحترام، بل جعل من شروط الإسلام الإيمان بالسيد المسيح وكل الرسل. الإسلام يرى المسيح والمسيحية إنها ديانة سماوية إلهية أرسلها الله هدى للناس ورحمة على يد المسيح ابن مريم، والمؤمنون بالمسيحية سجل القرآن لهم أجرهم عند ربهم، وأنهم غير مشركين وغير الطاهرة، لم يمسها بشر، ومات ورفع إلى السماء بطريقة عجيبة حار فيها المفسرون والعلماء، عاش على الأرض يهدي الناس ويعمل ويقوم بمعجزات لم يفعلها أحد، إنه كان يقيم الموتى التي لم يصنعها غير الله وحده، وقد هدى الناس عن طريق تبشيرهم بالإنجيل، والإنجيل له مكانة عظيمة في القرآن الذي كان مصدقا له وداعيا الناس إلى الإيمان به. ولم يذكر في القرآن إطلاقا إنه نسخ التوراة أو الإنجيل، بل على العكس ذكر أن المؤمنين ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل. والسيدة العذراء أم المسيح مركز ممتاز في القرآن في وتريتها وطهرها ونسكها وعبادتها وتشريف الله لها، إنه اصطفاها على نساء العالمين. تيجي ناهد متولي الست اللي اتجننت تقول إن المسيحية أكذوبة وإن المسيح أسوأ شخص عرفته، والغريب إن السادة وسامحوني أعطيهم اسم المسلمين الجدد يهللوا ويهيصوا، لأن المسلمين الحقيقيين لم ينكروا السيد المسيح ولم يكذبوا المسيحية. نصيحتي ودعوتي لإخوتي المسلمين وأشقائي وإخوتي المسيحيين في كل ربوع مصر والعالم، فكروا في أسباب الاحتقان الرهيب اللي بينكم في هذه الأيام السوداء دي. يا أحبائي، لا تفرق مسلم يتنصر ويبقى مسيحي ولا مسيحي يعود، لأن الله يعرف الحق والحقيقة. وأنا شخصيا إن كنت بجري وراء مسيحي غير دينه يكون بشروط يرضي عنها ضميري، أولا أن يكون ألا يكون قاصرا أو يكون دم الضغط عليه وإجباره على تغيير دينه. غير كده أي إنسان حر لا فارق معايا يسلم أو يتنصر أو يعبد إله الشمس عند قدماء المصريين. إخواتنا فكروا فكروا فكروا، دي ست مريضة مسكينة محتاجة ندعيلها مش نستغل مرضها، آسف على الإطالة سامحوني، ولكن كلنا محتاجين إن إحنا نقعد جنب بلدنا مصر، مصر العظيمة، مصر الكبيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المحبوب، وبصلوات غض القداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية، ونصلي من أجل شيخ الأزهر ومبطي الجمهورية، ونصلي من أجل إخواتنا المسلمين جميعا. وأنا بقول لهم سامحوني إن أخطأ أبونا زكريا بطرس في حقكم، وإن قال كلام لا يصح أن يقال، لأن السيد المسيح جاء على الجبل ليوعظ ويبشر، قال جئت لأكمل لا لأنقد، وليس من حق أي شخص أيا كان يعبد أن ينتقد دينه، لأن لنا جميعا أب واحد أبونا آدم، وأم واحدة أمنا حواء، ولنا إله واحد نعبده جميعا، الله الواحد الأحد الذي لا شريك له، الله ملوش أي شركة، ولكن نحن نكون شركاء معه في الطبيعة الإلهية، بمعنى إن إحنا نشاركه في السماء ونكون تحت رحمته وتحت محبته. وربنا ده
أعظم يعني أعظم شيء في الدنيا كلها، أما حكاية إن المسيحيين بيعبدوا المسيح وبيخلوه إله، مالكش دعوة باللي هم بيعتقدوه ولا معتقداتهم، لكن خليك عارف إن إحنا بنعبد إله واحد، لسنا بملحدين، لكن لينا رب واحد، لينا إله واحد، الله الواحد الأحد. وأقرر عنه وأقول لا شريك الله، لا شريك له، الله ليس ثالث أو ثالوث. الله يا جماعة أنتوا في فرق، الله مش ثلاثة أبدا أبدا. ولما بنيجي نقول الثالوث الأقدس، الله واحد، الله واحد. وبرجع تاني وأقول لما بيجي قرص الشمس بتطلع، عينك ما بتقدرش تجيب قرص الشمس، وده تشبيه للآب، ما أقدرش أشوفه، ولكن الشعاع لما بينزل بشوف الشعاع بعينيا، بشوف الشعاع بعينيا ونوره واضح قدامي، والشعاع ده بيجي عنه دفء، الدفء ده بيتمثل بالروح القدس، لكن هو في الآخر كله عبارة عن قرص الشمس. الإنسان عبارة عن نفس وروح وجسد، نفس وروح وجسد. لما اجي بقول ايا كان اشرف او محمد او احمد، فبقول احمد اتكلم، احمد شاف، احمد بيركز، وهو في الاخر احمد. احبائي واعزائي، والعقل ليه شغل معين والنفس ليه شغل معين، لكن العقل بالنفس في اشارات بتحصل ما بينهم وبين بعض فبيكملوا بعض، كذلك النفس باخد نفسي، والنفس برضو ليه إشارة مع الآب، لكن اللي هو سوري العقل يعني. فأنا عايز أقول أحبائي وأعزائي، ما تركز مع معتقدات الناس، لأن في أديان كتيرة غير المسيحية، في البوذيين، لدرجة إن في ناس في السودان بيعبدوا حتة شجرة، شجرة كده عصاية ملهاش أي لازمة، وبيعتبر إن دي إله. لكن احنا كل هدفنا ان احنا نركز في بلدنا اللي اصبح فيها الغلاء الفاحش، الغلاء المدمر. فعشان كده مطلوب ان احنا كلنا نشتغل ونجاهد ونقف جنب وطننا، ما نستغلش ان احنا نقعد نعض ببعضينا، او نستغل ان احنا ناكل ببعضينا، لان انت لما بتستغل غيرك، غيرك هيستغل غيرك، وغيرك هيستغل غيرك، زي ما شفنا اقل نقطة في نقطة الغلاء اللي حصل في الدواجن واللحوم، مؤخرا مع الناس اللي هي تستاهل السجاير اللي أصبحت من حاجة وعشرين لوصلت لحاجة وخمسين وحاجة وستين. ولكن الدولة لازم، غير إن كمان ما بقاش في أي حد من الخضرية حاطت أي سعر، ولا الفكانية بيحطوا أسعار، غير إن فيش أي رقابة على التموين، ما فيش رقابة جدا جدا. ولكن عشان كده احنا لازم نبقى واقفين نساعد رئيسنا عبد الفتاح السيسي الرئيس المحبوب، ايا كانت الجهات المعنية اصبحت غير مدركة او اصبحت مشغولة بحاجات احنا مش عارفينها. لكن كل اللي انا عايز اقوله ان احنا لازم نقف جنب وطننا، لينا انتماء لهذا الوطن العظيم، لينا انتماء لهذه البلد اللي اتولدنا فيها وتربينا فيها، وهي وطننا، وطن الكل، وطن مسيحيين ومسلمين، مسلمين ومسيحيين، اللي فيش فرق بيننا وبين أي حد تاني خالص إطلاقا مطلقا. أحبائي وأعزائي، قناتكم قناة الملكة والأمير بتشكر كل أحبائها، ويا رب تكونوا دايما بخير وسلام، يا رب دايما تكونوا أحسن حال وأحسن سعادة. يعني أنا دايما بقول دايما إن بلدنا دي بلد الأمان، بلد الحب، بلد الطهارة، بلد الانجي فيها السيد المسيح وباركها، ومبارك شعب مصر. أنا بتمنى الخير لكل الناس، بتمنى الخير لكل المصريين، ومنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة، وصباحكم جميل، وصباحكم سعيد، صباح أحلى صباح، يعني أنا مش عارف أقول أكتر من كده. ما تزعلوش ولا تتضايقوا إخواتنا المسيحيين، لو الأخت نايد متولي تركت المسيحية وراحت الإسلام، أيا كانت أنتم بتقولوا أنها مريضة، أو أيا كان هم بيقولوا أنها استيقظت وعرفت ربنا، ملناش دعوة بالكلام دوت. خلينا في نفسنا، خلينا أن احنا نحافظ على بلدنا. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، أتمنى لكم كل الخير والسعادة. يا رب تكونوا
دايما في أحلى خير. شكرا لمشاهدتكم، أشكركم.